وانضم الينا من لوساكا عاصمه زامبيا علاء رشوان موفد التلفزيون المصري الى هناك. علاء، حدثنا عن نشاط السيد الرئيس على هامش اعمال القمه، وهل هناك اي انشطه اخرى على مدار اليوم ما زالت مستمره؟ نعم، السيد الرئيس لا يزال يواصل نشاطه بعقد عدد من اللقاءات الثنائية التي تجمعه بعدد من الرؤساء والقادة والزعماء الأفارقة المشاركين في قمة الكوميسا. كما ورد في الأخبار سابقا، كان هناك لقاء أجراه سيادة الرئيس مع رئيس ملاوي، وأيضا لقاء آخر مع رئيس كينيا. في هذين اللقاءين تم التأكيد على عمق وأهمية وتوطيد وتعزيز العلاقات التعاون الثنائي بين مصر من جانب بين هذين البلدين من جانب آخر، خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا الصعيد، سواء فيما يتعلق بالإنشاءات والبنى التحتية في قطاعات الصناعة والكهرباء والطاقة بشكل عام، وأيضا في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. جرى التأكيد والإشادة بدور الشركات المصرية التي تعمل في السوق الكيني على وجه الخصوص، وجرى تثمين الدور المصري في دفع عجلة التنمية المستدامة في كلا البلدين. جرى خلال اللقاء اللقاءين أيضا التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر وملاوي وكينيا فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن في القارة الإفريقية، وفيما يتعلق بالجهود المشتركة لحلحلة الأزمات والصراعات التي تشهدها بالأخص دول وسط وجنوب إفريقيا، الوسط والجنوب الإفريقي. هذا بالنسبة لنشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لا يزال مستمر حتى الآن، والذي كان قد بدأ صباح هذا اليوم بلقاء هام عقده سيادة الرئيس مع رئيس زامبيا، الذي ثمن مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة تحديدا، وثمن أيضا الجهود المصرية التي استمرت على مدار عامين سابقين في رئاسة القمة، والتي عملت على دفع وتعزيز العمل الإفريقي المشترك داخل مجموعة الكوميسا وخارج هذه المجموعة بالنظر إلى القارة الإفريقية بشكل أوسع. جرى التأكيد أيضا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في إدارة دفة العمل الإفريقي على الصعيد الاقتصادي، وجرى تثمين المبادرات الرئاسية المصرية التي أطلقها السيد الرئيس طوال هذين العامين، خاصة فيما يتعلق بالمبادرات المتعلقة بالبنى التحتية ورفع كفاءة البنى التحتية في قارة إفريقيا، الربط بين البحر المتوسط وفيكتوريا لتسهيل عبور البضائع والتجارة البينية بين دول المجموعة، أيضا المبادرات المتعلقة بالتكامل الصناعي بالإعفاءات الجمركية، بتنفيذ آليات اتفاقية السوق المشتركة والتجارة الحرة بين دول المجموعة. كل هذه المبادرات جرى أيضا التأكيد عليها خلال الجلسة الختامية التي حملت البيان الختامي بشكل عام. نعم. كانت هناك إشادة، ويكفي الإشارة إلى الكلمة التي وصف بها الرئيس الزامبي جهود الرئاسة المصرية عندما قال: سأستمد العزة والكرامة من الرئيس السيسي في إدارة العمل الإفريقي المشترك وفي دفع عجلة التعاون والتكامل الاقتصادي القاري داخل المجموعة وخارج المجموعة في إطار العمل الإفريقي المشترك في القارة السمراء بشكل أوسع. كانت نعم علاء بالحديث أيضا تأكيدات على أن الرئاسة نعم بالحديث عن البيان الختامي، هل لك أن تطلعنا على مزيد من النقاط الهامة التي جاءت في هذا البيان؟ نعم، البيان أكد على أهمية تعزيز التكامل القاري الاقتصادي بين دول القارة، والبناء على جهود الرئاسة المصرية التي استمرت طوال العامين السابقين، خاصة في مجال البنى التحتية وفي مجالات الإعفاءات الجمركية وفي مجالات أيضا رفع معدلات التجارة البينية بين دول المجموعة، وكذلك أيضا التعاون مع التجمعات والتكتلات الاقتصادية المهمة في قارة إفريقيا مثل تجمع السادات وتجمع شرق إفريقيا. أيضا تم التأكيد على أهمية حلحلة الصراعات التي تهدد حالة السلم والأمن في القارة الإفريقية، وهنا جرى الإشادة بالجهود المصرية لحلحلة بعض هذه الأزمات مثل الأزمة في السودان، وجرى تثمين جهود مصر في استضافة الأشقاء السودانيين وتقديم الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق، وأيضا التأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود المصرية والبناء عليها ودفعها وتعزيزها في إطار
إتاحة حالة من السلم والأمن تضمن إقرار عمليات التنمية المستدامة وصولا للاندماج الاقتصادي القاري بين دول المجموعة وبالتعاون مع التكتلات الاقتصادية الهامة وأيضا شركاء التنمية سواء الإقليميين أو المحليين. جرى أيضا التأكيد على أهمية القطاعات الجديدة الواعدة التي تحمل فرصا كثيرة أمام المستثمرين سواء الأفارقة أو الإقليميين أو الدوليين، مثل الاقتصاد الأخضر، التحول الرقمي، الطاقة النظيفة، إنتاج الهيدروجين الأخضر. كل هذه المجالات جرى التأكيد على أهميتها وأهمية البناء على الجهود المصرية التي استمرت لمدار عامين سابقين في هذا الإطار وفي أطر أخرى تتعلق أيضا بقطاعات وروافد تتعلق بالتنمية المستدامة وتحقيق أجندة التنمية المستدامة في القارة الإفريقية حتى عام 2063. نعم، علاء رشوان موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من زامبيا، شكرا جزيلا لك.